بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأستاذ هاني أبو عواد، معلم في منصة بناء التعليمية. بإذن الله تبارك وتعالى نسعى مع طلابنا طلاب التوجيهي للحصول على العلامة الكاملة في مبحث الكيمياء. عرضنا المادة بكامل تفاصيلها من خلال شرح مبسط للمادة، أمثلة توضيحية، شرح محتوى المادة من خلال الأسئلة المحتوى داخل المنهاج، زائد أمثلة الكتاب، زائد أسئلة الفصل وأسئلة الوحدة، وبعض الأسئلة الإضافية التي تتبع النمط القديم والنمط الحديث من أسئلة وزارة التربية والتعليم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب البركة في هذه المنصة وفي طلابنا للحصول على العلامة الكاملة بإذن الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.